السلام عليكم. تم البارحة زيارة نتاع وش الأشغال نتاع المحطة لتحلية المياه البحر التي تقع في كدية الدراوش بولاية طارف، يعني تمت زيارتها من طرف وزير الأول لرافي زيارة عبر ولايات الشرق الجزائري. إذن تم تفقد المشروع هذا اللي راح يعني يخدم بوتيرة جدا متسارعة، واللي حسب تصريح نتاع الوزير الأول أنه فيه 5 محطات لتحلية مياه البحر راح يقيد الأشغال على طول الساحل الجزائري من شرق إلى الغرب، والخمس محطات هذه بقيمة إنتاجية ل 300,000 متر مكعب يوميا، وفيه مشاريع أخرى سوف تضاف إلى هذا البرنامج. إذن نخليكم تتابعوا الزيارة نتاع الوزير الأول إلى مشروع المحطة نتاع تصفية مياه البحر بولاية طارف، والسلام عليكم. Avancement sur la phase d'excavation et de préfabrication et 50% d'avancement. Ça, c'est l'ouvrage de captage qui va recevoir les eaux de mer avant de passer à la première conduite qui va desservir. لاحظنا معكم بأن التزامات السيد رئيس الجمهورية تجسد على أرض الميدان يوميا، خاصة فيما يخص تمويل الساكنة بمياه الصالحة للشرب. فاللجوء إلى تحلية مياه البحر من أجل تمويل الساكنة تعتبر حتمية كما تلاحظون، يعني خاصة مع الظروف المناخية التي تمس كل دول العالم ومنطقتنا بصفة خاصة. فالاستراتيجية الوطنية الحالية المبنية على البرنامج السيد رئيس الجمهورية يعني تمضي في تجسيد برنامج استراتيجي خاص بإنجاز يعني في مرحلة أولية 5 محطات تحلية مياه البحر ذات سعة 300,000 متر مكعب يوميا، إضافة إلى البرنامج الاستعجالي الذي أنجز في 2021 والذي سمح لنا بتجاوز مرحلة جد حرجة من نقص مياه الصالحة للشرب لتموين الساكنة. فالاستراتيجية مبنية على تمويل كل سكان منطقة الساحل إلى عمق 150 كيلومتر داخليا، يعني بالمياه المحلات، وهذا ما يتطلب من الإسراع في الإنجاز والتحكم في تكنولوجيات الإنجاز. ونحن بحمد الله تعالى نلاحظ بأن الكادر الوطني بدأ يحدث الفارق كما لاحظنا في بومرداس وفي كاب جنات، فما لاحظنا مع جي سي بي ومنتبي وهي كلها فروع لسوناتراك، يعني شيء يثلج الصدر بتحكم هؤلاء الإطارات في كيفيات الإنجاز، وكذلك أوسي التي كسبت يعني تجربة عظيمة يمكن لها الآن أن تثبتها في الميدان بإنجاز محطات أخرى. فبرنامج السيد رئيس الجمهورية تضمن إضافة إلى هذه ال5 محطات محطات أخرى سوف نمضي بإنجازها بمجرد إتمام هذه المحطات الخمسة الموجودة على مستوى التراب الوطني. فما لا يخفى عليكم بأن تكلفة إنجاز هذه المشاريع تكلفة كبيرة جدا على عاتق الميزانية تقارب 400 مليار دينار جزائري، ومن أجل هذا يعني نطلب من كل المؤسسات الوطنية أن تعطي أقصى درجات الاهتمام لاستعمال أولا الكوادر الوطنية ولكن المداخل الوطنية، يعني كل المنتوجات الموجودة على مستوى الوطن. يعني لاحظنا على مستوى محطة قرصو مثلا يعني استعملوا بعض المدخلات بل أكثر المدخلات من يعني الجهاز الإنتاج الوطني، وبالتالي فهذا سوف يقلص من اللجوء إلى الاستيراد ويسمح طبعا للمنتوج الوطني وللمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين بالولوج إلى وفد الوزاري الذي يقوده الوزير الأول. فالورشة المفتوحة هنا كخلية نحل بثلاث مناوبات حتى تضمن الإنجاز في الموعد والتفكير في تحديات أخرى في كنف جزائر جديدة وقوية.